السلام عليكم ورمضان كريم. وفي العشر الأواخر كنبغي نحيي الجمهور كامل ونقول له إن شاء الله يا ربي كيف دخل علينا رمضان بالخير، يخرج إن شاء الله بالخير، وكل عام ينعاد عليكم الصحة والسلام واللي كتمناو. وعبركم كنقول الجمهور اليوم أكيد متواجدة في المعرض الدولي لمدينة الدار البيضاء. أكيد كيف كنقول دائما اي حاجه في حياتي هي اضافه ليا ولشخصي ولخزانتي الفنيه. والمعرض الدولي لمدينه الدار البيضاء هو غني الحمد لله، ليس فقط عن التعريف ولكن غني بكل ما فيه، كل ما يزخر من مختلف الالوان التراثيه او الوان ما يتعلق بالصناعه التقليديه او كل ما يمثل المغرب في صوره طيبه، وخاصه انه كنشوفوا على مستوى الديكور، مستوى الارتيزانال، مستوى اي حاجه كيف قلت لك تقدم صوره طيبه عن المغرب. فسعيده اليوم بحضوري في مهرجان الدولي مدينه الدار البيضاء. جديدي هو اغنيه من اللون الحساني 100% كلاما ولحنا، وتوزيع طارق الحجيلي، وغادي تشوفوها ب ومدارة، يعني غادي تشوفوا أغنية أفرو مزيج بين اللون الإفريقي واللون الحساني لأول مرة بصوتي إن شاء الله. أتمنى أكيد أنها تنال إعجاب الجمهور، وخاصة أنه غادي يكون كليب راقص 100% فيه الألوان الإفريقية من السنغال، كوت ديفوار، مالي، من المغرب. وغادي تشوفوا إن شاء الله يا ربي هذه الأغنية، نتمنى ونطمح أنه نمشي بالأغنية الحسانية بعيد. أكيد نعيش في بلدي وما كاينش حاجة تبعدني على المغرب ابدا ابدا. ارضات الوالده كنموت عليها، ارضات الوالده مسلسل اللي حماقت عليه عجبني بزاف، يعني يمكن لي اول مره سعيده شرف كتابع مسلسل من اول حلقه الى الحلقه 21. شنو اللي مميز فيه؟ رائع جدا، عجبني السرد، عجبني الاخراج، عجبني التصوير، عجبني الممثلين، عجبني اقناعي بالادوار. يعني والله بعض المرات كنت كنصدق، يعني انه لاول مره كنعترف انه كاين مسلسل في مستوى ارضات الوالده، يعني حاجه عجبني بزاف بزاف. لوك جديد هو انه احنا ماشيين، كل انسان كيطمح انه يجمل نفسه، كل انسان كيطمح انه يبين راسه بصوره جميله واللي كتعجب الجمهور. والصيف جاي يعني والمهرجانات جايين، وزائد على يعني لصحتي كذلك، يعني باش نحافظ على صحتي فسديت شويه فمي، شويه الريجيم، شويه الرياضه، شويه ديال انك تتعب على نفسك، تهلا في راسك. وكيف كيعرفوني جمهوري او حبيباتي كيف كنقول لهم النساء المغربيات الجميلات، يعني كنتهلا في راسي دائما لي ماسك وكل شيء في رمضان، وهم متبعيني دائما على مستوى السوشيال ميديا وعلى انستغرامي الخاص، وحتى اليوم يعني عندي لهم وصفه جديده. فان شاء الله يا ربي نتمنى انهم منين يشوفوني كيف كانوا كيطمحوا او يشوفوني احسن كيف انا، نبغي نشوف كل مراه مغربيه اجمل وحده، لانه فعلا نساء المغرب اجمل نساء الكون. اول شيء انا ما لا اعفك اشياء خاصه او اشياء عندي بعلاقه بها بيني مع الله او اي شيء، لانه اي انسان يمكن ما غاديش انا نجيو نعلمو نقولو اش كندير في الحياه او شكون اللي كنعاون او مثلا اش كنعطي او اش كندير، لانه لا بديت كندير هذا الشيء بطوله كل ما افعل،
كل شيء غادي يبطل وما غادي يبقى عنده حتى شي معنى. ومجرد انني نقول لك او نقول لاي صحفي اخر او انني حتى نحطه عندي ستوري او نبدا ندير به الاشهار، مشى كل شيء، مشى اجره، مشى معناه، مشات اي حاجه اخرى. فاي حاجه كنخليها بيني مع الخالق وبيني مع الناس اللي ندير معهم الحاجه. فكل ما يتعلق بكم هو سعيده. يمكن تسولني على اللوك ديالي، يمكن تسولني على عملي، يمكن تسولني على شنو غادي ندير في المهرجانات القادمه. وعندي اهم المهرجانات هذه السنه، مهرجان فاس للموسيقى الروحيه عندي في الافتتاح بباب الماكينه، وغادي تكون عندي كذلك سهر يوم 16 جوان في باب بوجلود، وغادي تكون عندي كذلك مهرجان موازين يوم 23 في شهر 6، غادي يكون عندي مهرجان بجهه عفوا الغرب، عندي مهرجان ام سكرود، عندي مهرجان بزاف ديال المهرجانات يمكن دابا ما يحضرونيش، ولكن من اهمها كيف قلت اهمها موازين ومهرجان فاس الموسيقى الروحيه. كان موت عليه واتصلوا بيا على اساس انه غادي نكون يوم 20 في شهر 6 انا وميتر جيمز، انا وميتر جيمز ومعنا عصام كمال. فما عرفتش فين وصل الحفل في اطار يعني كونفيرمي او توثيق الحفل او لا، ما عرفتش باقي ما اخذش هذا، ولكن تم الاتصال بيا واخذ كل المعلومات يعني وجراء الكونترا وكل شيء. يعني حفل كبير بمدينه الجديده نومتر جيمز وعصام كمال. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ فتختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ فتختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ فتختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ فتختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟
تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.